أهلا بكم أعزائي المستمعين أحبائي في هذا اليوم رح نتأمل بموضوع عنوانه تجنب الإحباط كيف نتجنب الإحباط في حياتنا اليومية لا يوجد من لا يمر بمحطات إحباط لا يوجد مهما كانت قامته الروحية وفي طيات الكتاب المقدس قرأنا قرأنا عن إيليا وعن اشخاص كانوا بقامات عاليه جدا مروا وعاشوا فتره احباط فاذا الاحباط هو حاله ممكن ان تاتي على الكل ولكن اين يكمن الفرق الفرق يكمن بكيفيه تفاعلنا مع هذه المحطات ما الذي نحتاجه ونحن نتعرض لموجه من الاحباط افكار مثلاً، إمرأة تعيش مع زوج صعب. هذا الرجل مدى يتغير، صار له سنين طويلة هي تصلي من أجله وده تصنع كل ما تستطيع أن تفعله. وهي بالحقيقة ماذا تعثر على نتيجة؟ فتصاب بالإحباط، يصير عندها مشاعر أنه هذا الشخص لا يمكن أن يتغير. هنا نش نحتاج, نحتاج أن ننهض نحن. لا تنظر القضاء الذي في عين أخيك بل الخشبة التي في عينك ليش؟ لأنه بكثير من الأحيان هناك خلل فينا الرب يريدنا ننتبه إلى قبل أن يتمجد بهذه الطلبة يقول لنا انظروا الخشبة اللي بعيونكم هذه من جهة هناك أشخاص يرون لنسق حياتهم للأسف فقط من خلال الأمور الكبيرة يعني أنا ما أقتل ما أزني ما أسرق ما أعمل الفواحش الكبيرة أنا ما أعملها بس هو عنده خفايا خزي ما ينتبه لها ما يشعر أنه هو ده يخطئ من ينظر إلى امرأة ويشتهيها ما يشعر أنه هو يخطئ وهو يجلس ويتحدث بغيبة عن الناس يدين الآخرين ينتقد الآخرين أحيانا يشتم يفكر أفكار شريرة تجاه الآخرين يشعر انه هذه هي خطيئه يقول أه طيب انا هاي تاتيني هاي الافكار الرب يريدنا نعالج يريدنا نعيش حياه علاج مستمر لنفوسنا ليش يعني لانه هو اعطانا خميره فانتم لازم تعيشون حياه تجديد يومي حياه نمو يومي حياه استئصال لكل ما لا يمجد الله واستبداله بامور مقدسه فالنفس الانسانيه يا أما تميل إلى الترابي وتهلك مع الترابي أو ترتقي إلى السماء وتكون خالدة فتلاحظون أحيانا في الكتاب المقدس يصف الروح بالنفس يعطي نفس التسمية للروح مع النفس وأحيانا للجسد أيضا الترابي يعطي نفس اللقب الجسد يعطينا لقب نفس لأن النفس قابلة للتغير هي ليست بحاله ثابته انتبهوا احبائي النفس الانسانيه قابله للتغير وتسمو وتصبح فعلا انسانا جديدا، نفسا جديده بالروح القدس او تهلك مع الجسد ان بقت محصوره بالترابيات، بالارضيات بالامور الشهوانيه، الجسدانيه، الحاله المؤقته للانسان. فالنفس الإنسانية مهمة جدا وهذه النفس إلهنا أعطانا الإمكانية لكيفية إصعادها إلى البعد الروحي لتكون خالدة تكون وين؟ مع الله فحتى نحن نصل لهذا المستوى نحتاج إلى عدة مراحل نمر بها في حياتنا من خلالها نحتاج أن نعرف بماذا نتكلم هاي الجزئية الأولى اليوم أحبائي تأملنا هو عملي جدا رح نتحدث بأمور عملية فأقترح كل واحد يجيب ورقة وقلم أقترح جيبوا ورقة وقلم أو إذا عندكم آيباد أو تليفون تسجلون بي لأن أكو هناك آيات أيضا رح أعطيكم إياها رح أعطيكم الشواهد أرجو أن تسجلوها لكل الأشخاص اللي محتاجين هذه الرسالة تحتاجون ورقة وقلم فأولى النقاط اللي تحتاجوها في مواجهه او تجنب الاحباط هو نوعيه النطق. ماذا ستتكلم حينما تصاب بمشاعر احباط؟ كيف تتجنب الاحباط؟ عليك ان تتذكر عشر ايات في الكتاب المقدس. الايه الاولى: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هذه الايه يجب ان انطق بها. يجب أن أنطق يعني أنا أسمعها أنا أستمع لهذه الآية، هاي الآية وردت في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الرابع والآية الثالثة عشر، سجلوها. الآية الثانية شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس 15 57 الآية الثالثة: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثاني والآية الرابعة عشر. الآية الرابعة: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس 9-15. الآية الخامسة: صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 9-22 الآية السادسة صغير أنا وحقير أما وصاياك فلم أنسها المزمور 119 والآية 141 الآية السابعة كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا. رسالة يوحنا الاولى 5 4. الآية الثامنة: من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. رسالة يوحنا الاولى 5 5. من يغلب فسأعطيه أن يأكل. من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والآية السابعة. الآية الأخيرة لهذه الجزئية: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. سفر الرؤيا 2 11. هاي الآيات أحبائي إذا ابتدأنا ننطق بها بشكل يومي قادرة أن تجلب لنا التجديد اللي أنا إحنا نتحدث عنه. هناك أشخاص باتت نفسياتهم مريضة. ليش قلت لكم؟ النفس هي يا اما تتأثر بالجسد او تتأثر بالروح. فأحيانا النفس تكون عليلة من يكون هناك مرض معين. فيظهر الانسان كأنه هو مريض نفسيا. بينما الأساس هو روحي. هذا الانسان مثلا عنده ابتعاد عن الله. ابتعد، هناك سيطرة شيطانية عليه. الحالة الشيطانية تبدي تجذب نفسه تلاحظون شي يصير عنده يظهر وكأنه هو شيطان يظهر وكأنه مجنون تلاحظون المرضى اللي كان ديش يشفيهم الرب يسوع البعض من عندهم كانوا يظهروا وكأنهم مجانين بمجرد أنه يخرج الروح النجس من عندهم يرجع الإنسان عاقل واحد منهم مجنون كرة الجدريين كان يبدو مجنون ليش؟ لأنه هذا أرواح الشر ده تجذب نفسه وده تجعلها عليلة مريضة نفس الشيء الإنسان اللي جسده يكون مريض نفسيته أيضا تكون مريضة تلاحظون متعب ما عنده خلق ما عنده واهس تقول له يا أخي اطلع تونس يقول لك أنا بيا حال متعب أنا فالنفس مهمة جدا أحبائي علينا أن نتذكر دائما تجنب الإحباط مرتبط بالنفس وين أريد تكون نفسي إذا أنا جسدي ما علة ودا أشوف نفسي عليلة معناها هناك مشكلة روحية انتبهوا إذا أنا جسدي صحي ونفسي عليلة مريضة أبدو وكأنه أنا مريض عندي هوس عندي نوع من الجنون علي أن أفهم وأدرك وأكون حذر من الجهة الروحية اللي قد سيطرت علي هل هذا الشيء يعني لا يحصل مع المسيحين أبدا يحصل ويحصل كثيرا لأن مو الكل عرفوا قيمة الروح القدس اللي عندهم ودينموها هناك من أطفأوا الروح القدس ابتعدوا ابتعاد كبير عن الله ففتحوا باب لإبليس قالوا له تفضل اعبث بحياتنا فش راح يصير نفسياتهم نفسياتهم راح تظهر للمقربين إنه هذولا هذول مخابيل مو أنا أحيانًا تأتيني حالات أحبائي زوج أو زوجة أو أو عائلة مع أولادهم يقولوا لي أخليت هذول محتاجين ترى طبيب نفسي أقولهم لا الموضوع مو بالضرورة يكون طبيب نفسي مو بالضرورة ليش لأنه الحالة الروحية مثل ما شفنا إنه هي تهيمن على كامل الكيان ليش؟ لأن الروح الصحيحة الحالة الروحية الصحيحة للإنسان إيش راح تعمل راح تشفي النفس من راح تجتذبها إلها راح تشفي النفس تقدسها تغيرها تحررها من رباطات إبليس صح وبالتالي الكيان كله راح يكون صحي فالحالة الروحية هي الأهم واللي يجب أن نركز عليها أكو أشخاص الموضوع كله قد يكون عضوي قد يكون شيء عضوي أثر على الحالة النفسية وسبب أمراض معينة أو هناك مثلا جينات معينة أمور وراثية ممكن بس الإنسان اللي واضح عليه من خلال سلوكياته أنه هو متأثر بأرواح الشر وده يعكس ثمارهم تلاحظون أحبائي هؤلاء الأشخاص يعكسوا ثمار أرواح الشر شوفوا يبدي يكسر يبدي يسب يب... دائما هو فاقد السلام دائما هو عصبي دائما هو مصدر لل... للنار في البيت فاذا يحتاج هكذا انسان ان يقف وينتبه من الذي معي من الذي يسيطر على حياتي الروحيه من الذي يقودني لكل هذا الاحباط والفشل مكتوب عن الروح القدس أن الله لم يعطينا روح الفشل فأي شيء آخر بسهولة أستطيع أن أقيم وأحدد أنه هو مو روح الله الإنسان يقدر هو يقيم حاله وين هو من الرب يعني قبل أيام كنت أتحدث مع شخص ديمر دي بهكذا حالة قلت له أنت وينك قال لي أنا مبتعد مبتعد كثيرا صار لي سنين أنا مبتعد عن الرب لا أصلي لا أقرأ الكتاب المقدس طيب يا أخي إيش تتوقع ايش تتوقع راح تكون بسلام ما أنت يعني واحدة من أهداف الصلاة اليومية هو أنه إحنا نطلب حماية الرب على بيوتنا وعلى عوائلنا قلت له شوف الموضوع هو بسيط ترى جدا إحنا من ده نطلب الرب إحنا ده نطلب ده نطلب حضوره في حياتنا وده نطلب حمايته اللي هي مخصصه إله أن تشملنا إحنا شبهت ليا بملك أرضي إحنا من نستضيف ملك أرضي أو رئيس دولة نستضيفه في بيتنا البيت راح يكون محاط بمن؟ مو بحمايته؟ يعني بيتنا صار كأنه قصر بكل بساطة فإنت من تدعو الرب لبيتك إنت ده تتنعم بحماية الرب ملائكة ده تكون حول بيتك بشكل دائم كل اللي مطلوب من عندي إيش أسوي؟ يكون هذا البيت مريح للرب. ما يكون باوساخ روحيه. ما يكون باي امور يزعل منها الرب. لا انا لازم اجعل هذا البيت مريح جدا. وهذا الدور هو دوري اني. فنشوف هناك دور مشترك علينا، الرب إن ياتي لحياتنا يغير واقع حالها يعطينا حمايته وبنفس الوقت يتوقع من عندنا انه احنا نديم سكناه في وسطنا، قدر هذه العطية. طوبى لأنقياء القلب، ليش؟ لأنهم يعاينون الله. فيا رب احنا نريد نعاين مجدك، احنا نريد نبقي قلوبنا نقية، نريد نغفر بسرعة. نريد نحب مثل ما أنت تحب. الرب يبعد معاصينا كبعد المشرق عن المغرب، يا رب احنا نريد نبعد معاصي الآخرين عنا كبعد المشرق عن المغرب. إحنا ما راح نظل نفكر بإخفاقات الآخرين، ما راح نظل نفكر بإساءاتهم، إحنا راح نغفر كما أنت تغفر لنا، لأنه إحنا من نصلي الصلاة الربانية نقول لك يا رب اغفر لنا خطايانا كما نحن أيضاً نغفر لمن أخطأ إلينا. فإحنا راح نتشبه بيك يا رب. فمن النقاط المهمة أحبائي اللي استطيع من خلالها أن أكون واثق ومنتصر بالرب وأتجنب الإحباط هي نطقي بهذه الآيات فإذا نحتاج لقوة نحتاج لكلمة من الله كلام الله أحبائي هو الذي يقوينا ويعزينا هو الوحيد إيليا شنو اللي عزاه كلمة الرب أخذ أربعين يوم يمشي ويريح ويطعم بالأخير وصل لإيش لكلمة من الرب فإحنا ده نعطيك كلمة الرب اللي تستطيع أن تحارب بها تستطيع أن تنتصر بها على الإحباط الطلبة في فترة الامتحانات مشاعر الإحباط كثيرة جدا بالنسبة لهم أنا كنت واحد من عدهم نحتاج أن ننتصر على واقع حالنا اليومي حينما ندرك مركزنا بالمسيح حينما ندرك أننا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا هو الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح وكل هذه الآيات إذا أنا استجمعها يعني من من ننطق بها أحبائي أنا أكون واثق الموضوع قد تم مو يتم انتبهوا أحبائي أنتم من تتعرضون إلى حالة إحباط حالة مثلا تحسوها معقدة جدا مرات الوقت يساهم بالإحباط حالة تنحرجون بها بالوقت يصاب كيانكم كله بالإحباط والسترس تحتاجون هنا أن تنطقوا بإيمان راسخ لأنه من دون هذا الرسوخ ومن دون هذا الثبات أنا أكون دا أخضع إلى مشاعر شك وهذه للأسف متفشية جدا عند الكثير من المسيحيين يعني كنت دا أتحدث مع سيدة مؤمنة واضح عليها انه هي عندها نمو روحي جميل جدا بس مكبله بالشكوك لا لا هاي الجزئيه ما لها حل، هاي كذا ما فتلاحظون اهميه الاختبارات الصغيره في حياتنا هي تبنينا حتى نتجاوز المحطات الصعبه لذلك احنا دائما نتحدث في هذه الخدمه عن الاحباطات اليوميه البسيطه تفاعلوا معها أحبائي بثبات ورسوخ لأن هاي محطات صغيرة بس صدقوني هاي المحطات الصغيرة لو تعرفون إيش قد مفيدة لحياتكم الروحية لإنسانكم الجديد ما راح تتوقعون أهمية انتصاركم على هاي الإحباطات الصغيرة إلا حينما تقعوا في إحباط كبير أعيد أنتم في حياتكم اليومية هناك محطات كثيرة صغيرة صغيرة يعني مثلا تعامل مع طفل بالبيت تعامل مع زميل في العمل بأمور بسيطة يعني هو ما صار شيء كبير بيناتكم بس هذه إذا تفاعلتوا معها بالإيمان يعني خلي يكون الرب في كل موقف في حياتكم حتى لو كان صغير باختصار شنو الهدف من عنده أنتم ده تبنون إنسانكم الجديد حتى يكون مهيأ لموقف أكبر وأكبر شلون الشخص اللي يبني كمال اجسام يبني عضلات يبدا بشيء بسيط يبدا بشيء بسيط بس مع الوقت هو راح يبدا يرفع اثقال اثقل واثقل اذا يتذكر في بدايته هو ما كان يقدر يرفع هاي الاثقال فانتم حتى تقدرون تحملون صلبان اكبر واثقل تحتاجوا ان تتعاملوا مع صلبانكم الصغيره بطريقه صحيحه ما هي الطريقه الصحيحه؟ ان ننطق ننطق بكلام النصره. ان نهتم بسماع صوت الرب. وان نثق. ان تكون ثقتنا راسخه لانه ما معنى الايمان؟ الايمان هو الثقه بما يرجى والإقام بامور لا ترى. أني ما دا اشوف شيء من الذي دا اؤمن به، ما دا اشوف منه اي شيء ولكني اثق. هذا انساننا الجديد اللي ولد في جرن المعموديه. ما لازم يبقى على حالته. وإحنا دا يمضي العمر بينا أنت كإنسان هل يمكن أن تترك جسدك من دون نمو من دون طعام من دون تمارين لا يمكن هل يمكن أن تترك من دون علاج من, من يصير بي علة من دون أدوية ما ممكن فليش تارك روحك ليش تاركها ضعيفة ما تغذيها بكلام الإنجيل ما تقويها بتمارين التمارين مهمة جدا أحبائي صدقوني صدقوني كل موقف صغير جدا مهما كان صغرة تنتصروا بتصابون بنشوة روحية لا توصف واو اختبرنا جود الرب في هذا اليوم مجدا للرب فرح تقدرون تمجدوا الرب رح تقدرون انتو يصير عندكم استنارة جديدة خبرة جديدة تشاركوها ايضا مع الاخرين تلاحظون فمن يأتي وقت صعب وقت صليب ثقيل انت جاهز تذكروا شدرخ وميشخ وعبدانغو هذول ثلاث شباب كانوا في ايام دانيال وصلوا الى نقطة انه الملك نبوخذ نصر امر باعدامهم امر باعدامهم كيف يتم الاعدام من خلال رميهم في النار اوقدوا نار وقالوا كل شخص لا يسجد لتمثال نبوخذ نصر رح يرمى في أتون النار فجوي ألقوا القبض على أصدقاء دانيال هذول رفضوا وقالوا إحنا لا نسجد لهذا التمثال فإجا وقف قدامهم نبوخذ نصر قالهم أنتوا دا تغامرون بحياتكم أنتوا كيف يمكنكم أن تتجنبون هذه النار أنتوا مقيدين أنتوا مقيدين الآن ورح ترمون في النار يعني خلص أنتو ما لكم مفر قولوا لي منو راح ينقذكم؟ هذا منو دايس يسال؟ نبوخذ نصر دا هؤلاء الشباب فتيه هم احبائي لاحظوا فتيه صغار. قالوا له ما يحتاج نجاوبك. الاله اللي احنا نتعبد له هو قادر ان ينقذنا. واو من وين جبتوا هاي الخبره؟ من وين جبتوا هاي الثقه؟ اي مو احنا هذا الهنا احنا نعرفه. واحنا بدنا نتعامل معاه من سنين طويله. احنا نعرف تعاملاته معنا نعرف جودة نعرف انه هو قادر ان يتمجد بطرق لا توصف قال له لم. وحتى لو حتى لو قرر الهنا انه ما ينقذنا من اتون النار احنا لن نسجد لك لاحظوا ثقة ثقة عالية امامهم الموت وهم واثقين قال لهم طيب ارموهم رموهم شنو اللي صار نظر بعد قليل نبوخذ نصر الى اتون النار قال دقيقة دقيقة يا جماعة، احنا مو رمينا ثلاث اشخاص شو صاروا أربعة وهذا الرابع شبيه بابن الآلهة شو سووا الجماعة؟ جابوا يسوع وياهم يسوع قبل التجسد جلبوه إلهم الى اتون النار ونزل حول لهم النار الى جنة بحيث يخبرنا النص يقول حتى رائحة النار ما صارت على أقمصتهم هذا الإيمان الصحيح هذا الإيمان المبني على تجارب والمبني على اختبارات يومية يومية أنا أصارع إنساني القديم إحنا مو نعيش حالة صراع إنساننا الجديد يصارع إنساننا القديم حتى يسمو حتى يأخذ النفس معاه إحنا دريد بالأخير نخلص نفسنا أحبائي النفس هي ترى ضحية لا تخلوها تهلك لا تخلوها تروح مع الترابي أخذوها أنت وياكم إلى السماوي فهذا دوركم أنتم تصارعوا بقوة الرب وبكلمته تصارعوا حتى تخلصوا نفوسكم داود الملك كان يرعى غنيمات قبل أن ينتخب الرب ملك شاب صغير صغير جدا في سن المراهقة يقعد يتدرب على المقلاع وكيف يصارع الوحوش الأسود والدببة شوفوا هذا الاهتمام بالتدريبات جعل الرب ينتخب ملك لحظ الرب كيف ينظر للشخص اللي يهتم بالتدريبات يعطي بركات لا توصف يقول هل يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال كلا بل على المناره فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم فتدريباتكم راح تجعل الرب يجلبكم من مكان ناصي إلى مكان عالي حتى تنورون لأن أنتم دا تسيرون بحسب مشيئة المسيح هذه هي مشيئة أن أنتم تتغيروا تغيروا ما معنى التغير أن أقبل التدريب أن أقبل المصارعة الروحية اليومية ما بين إنساني القديم والجديد أن أقبل وأن أكون شرس وأن أكون مثابر مفتدي الوقت ما أتجاوز أي خطيئة صغيرة في حياتي ما أتجاوزها ما أقول إيه يلا هاي بسيطة سهلة هذه كلا أحباء انتبهوا الرب يسوع قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات الكتبة والفريسيين تعرفون إيش كانوا يعشرون النعنع والشبث الفريسيين كانوا يعشروا الأمور الصغيرة النعناع يعني هاي, هاي الخضرة البسيطة يعني ايش يقول لنا الرب؟ انتبهوا لكل تفاصيل حياتكم مهما كانت صغيره. مرات مفصل صغير يجلب لكم احباط وفشل كبير جدا وانتم ما لا تعرفون السبب شنو. صدقوني احبائي عدم معالجتنا للامور الصغيره يسبب اخفاقات كبيره في حياتنا. فدورنا ان ننتبه ان نعرف بايش نتكلم هل نتكلم كلام الإحباط اللي يملي علينا إبليس لو نتكلم بكلام الإنجيل المقدس اللي بالآيات اللي أعطيتكم إياها لكل شخص ديمر دي بمرحلة إحباط انتبه لحالك انظر الخشبة اللي بعينك لا تنظر بعيون الآخر أصلح ذاتك قل له للروح القدس صلي للروح القدس قل لك شف لي كشف لي عن هاي الخفايا الخزي هاي الأمور الصغيرة اللي أنا ما منتبه لها اكشف لي إياها يا رب وخليني أعالجها بقوة روحك القدوس بجاه دم الصليب دمك اللي سفك على الصليب أنا مؤمن أنه أنا رح أجتازها وبعد ما ما رح أرجع إلها رح أستأصلها من كياني واجعلني يا رب أنا أنطق يوميا بكلام النصرة اجعلني أنطق يوميا وأقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني وإن كان الله معنا فمن علينا اجعلني يا رب هكذا مفعم بالامل والتفاؤل لانك لم تعطينا روح الفشل بل اعطيتنا كل ما نحتاجه حتى ننطق ونحقق هذه النصرة في حياتنا هي ليست كلام فقط هي ليست مشاعر فقط هي حقيقة نعيشها بشكل يومي ننمو لها ونختبر ثمارها وفاعليتها في كل يوم وفي كل تصرف نتصرفه بالمسيح يسوع امين